عادة يتطلب وجود الإنترنت في هذا التخزين، لأن صارت الدول أو المؤسسات تكون ريموتلي يعني يدخلوا على هالمعلومات، تبادل المعلومات. أيوة بالضبط. والشيء الثاني وجود السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم يعني معلوماتها جدا هائجة. صحيح. فنسمي إحنا في التيرم في الكمبيوتر ساينس أو في علوم الكمبيوتر نسميه البيج داتا. نعم. المعلومات الضخمة. نعم. فاختراعي كان عبارة عن تسريع محرك البحث في هذه المعلومات الضخمة. نعم. باستغناء عن الموارد الأخرى، مثلا شركات مثل جوجل أو بينك، الشركات الكبيرة لما تستخدم محرك البحث يستخدموا الهاردوير ريسورسز عشان يسرعوا البحث. نعم. لكن الحمد لله أنا استطعت أني أستخدم ألغوريثم معينة أو لوغاريثم معينة. نعم. هي اللي تحاول تخزن المعلومات بشكل صحيح وتعيد استرجاعها بشكل أسرع. يعني نروح نقدر نقول دكتورة راحت عليك يا برين وجيري، راحت عليك يا جوجل، خلاص دكتورة مريم بتغطي عليكم الفترة الجاية.